نشوف انت قلت قبل شوي موضوع انه مشاركه المراه صح؟ تركي شديد اخذ الميكروفون وسوى استطلاع راي كذا سريع وعشوائي، خلينا نشوف الناس وش قالت في حول هالامر. اي في هالموضوع، خلينا نشوف الناس وش قالت فعليا. نتابع. قرار السماح للمرأة السعودية بدخول الملاعب كمشجعة ومتفرجة يشهد هذه الأيام انقساماً في الشارع الرياضي ما بين مؤيد ومعارض وفئة التزمت الصمت فقط تترقب، لا نعلم لأي فئة يؤيدون. رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم صرح في وقت سابق بالتوجه للسماح للمرأة للحضور بالملاعب السعودية، وبعد فترة قصيرة جدا ينفي ذلك ويقول إن مثل هذا القرار سيادي، وليس الاتحاد السعودي لكرة القدم والرئاسة العامة لرعاية الشباب هما من يتخذ القرار. في الوقت نفسه نجد المتحدث الرسمي للاتحاد يدلي بعد ذلك بتصريحات لبعض وكالات الأنباء الخارجية يؤكد فيها القرار والسماح للمرأة السعودية بالدخول إلى الملاعب السعودية كمشجعة، وأن القرار سوف يطبق بشكل تدريجي في بعض الملاعب السعودية خصوصا في استاد الملك عبد الله الذي يجري إنشاؤه في مدينة جدة، إذ سيخصص 15% من مقاعده للنساء على شكل كباء عائلية تتمتع بخصوصية. طبعا ما أيد أن المرأة تروح للملعب بسبب الاختلاط والعادات والتقاليد اللي موجودة عندنا، لكن المرأة عندي زوجتي أنا بالنسبة لي تشجع، لكن تتفرج في التلفزيون ما يحتاج تنزل تروح الملعب. أؤمن بالحرية الشخصية وأنه كل شخص حر، ولذلك أنا أؤيد، ولكن لازم يكون في ضوابط وما يكون الموضوع مفتوح، لازم يكون فرضا في أنه الأماكن تكون لها سكشن خاص، العوائل لهم مكان خاص، الدخول من مكان خاص. ولكن أنا شخصيا بحكم أني ما أحب الكورة فما راح أتواجد في الأماكن هذه لأنه أنا مالي ميول في الكورة بصراحة. وجهة نظري الشخصية يعني أنا ما عندي مشكلة، يعني هم يفتحوا المجال واللي يبي يجي يجي واللي ما يبي يجي يعني حر بنفسه، بس إنهم يعني في ناس يبغون يجون مثلا ولا يكون في أماكن، هذه مشكلة. بس هم يخصصون أماكن بحيث إنه ما حد يكون له حجة ولا يقدر الكلام، خلاص في أماكن تبي تحضر تحضر، ما يبي يحضر كيفه. إيه أؤيد إنه المرأة تحضر المباريات، بس أهم شيء يكون فيها ضوابط، يعني ما يكون فيه يعني مخارج تكون مختلفة بين الشباب والبنات. ما بين نفي رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم وتأكيد المتحدث الرسمي باسم الاتحاد السعودي لكرة القدم خارج حدود الديار، يبقى السؤال، هل سيتخذ إجراء صريح وواضح بالسماح للمرأة بالدخول للملاعب السعودية؟ أما سيحدث هو عكس ذلك. تركي شليب، كورة. تركي راح كذا زعل من التقرير وراح قال ما بيكمل. شوف هذا استطلاع رأي للي للناس اللي احنا قابلناهم اللي اخذنا رأيهم في الموضوع. اكيد لا يمكن مثلا يعبر عن شريحة حقيقية، هي بس استطلاع رأي سريع. سلمان ايش رأيك في الموضوع من عدة نواحي، من ناحية الرأي الشخصي ومن ناحية الضجة اللي صارت فيه؟ انا من ناحية الشخصية طبعا لا اؤيد اطلاقا، اولا لان اصلا ملاعبنا يعني حتى وان حاولوا يؤكدون ان بيئه الملاعب ومداخل والى اخره، احنا نسمع من 4 سنوات ان بيئه الملاعب ستعدل حتى للحضور وهم رجال فقط، شباب ورجال يحضرون، والى الان يعني هجر المدرجات اللي قاعد يصير في الملاعب السعوديه وتراجع الحضور الجماهيري بشكل غير طبيعي ومخيف جدا، كله بسبب بيئة الملاعب، وهذا أمر يعني موجود. أنا من وجهة نظري لا أؤيد إطلاقا بسبب بيئة الملاعب. يعني مثلا الحين لو تصلحت بيئة الملاعب ممكن توافق؟ لا لا لا، أنا لا أؤيد إطلاقا، ومن وجهة نظري أنه تكتفي المرأة بالمتابعة عبر الشاشة إذا كانت تبغى. أنت مو قصدك أنه أنت ما تأيد بسبب بيئة الملاعب، أنت تقول واحد من الأسباب، بس لو تعدل برضو أنت غير لا مؤيد. أنا أقول حتى لو
يعني علقوا وقالوا انه لا وستعدل وبيوضع كباين والى اخره من وجهه نظري، لانه كله كلام حتى نرى على ارض الواقع، وربما انه تختلف حتى راي الناس اللي جالسه تأيد وانه مداخل خاصه والى اخره، ربما حتى يختلف رايهم، لان من وجهه نظري انه هالكلام نسمع من اكثر من 4 سنوات 5 سنوات ولا شفنا اي شيء في الملاعب، الملاعب ما تغيرت بشكل كبير اكثر من بوفيه برا، يعني ها هو اشياء خفيفه، يعني حرام ان الواحد يروح ويجلس، يعني انت لما تروح بطفل صغير مو مرأة او نساء والى اخره، طفل صغير ما تقدر تحضر مباراة فيها جمهور كثير. تقول هالكلام البرنامج كورة، احنا يعني صرنا اساتذة في 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 طرح مواضيع البوفيهات، وصراحة شيء كثر ما طرحناها صرنا نحس يعني ان احنا يعني هذه شغلتنا، يعني كل يعني, كل يعني بلد مثل المملكة العربية السعودية وهالميزانية الهائلة لرعاية الشباب، اخر منشأة منشأة رياضية تستحق الذكر استاذ الملك فهد 1988، ما هو معقول يعني اللي، وحتى استاذ الملك فهد ما هو مهيئ لحضور عوائل والى اخره، فانا ارفض تماما، هذا رايي الشخصي طبعا، وفي النهايه يعني هو طيب الضجه اللي صار قرار بيكون قرار سيادي مثل ما قال، ما هو قرار اتحاد قدم ولا هو قرار حتى اعلام رياضي. طبعا الضجه اللي صارت يعني هذا الجدل في الموضوع يستاهل ولا ما يستاهل؟ لا الجدل بسبب التناقض في الاتحاد السعودي، يعني مره تصرح تقول انه خلاص، بعدين تصرح تقول لا انه ما، يعني اعتقد ان النفي هو اللي سبب الجدل بشكل اكبر، لانه النفي لا ان ما لنا دخل وترى قرار سيادي كانك ترمي التهمه عنك، يعني هو من الاساس بما انك عارف انه قرار سيادي المفروض انك ما تكلمت فيه من الاساس ابدا، وما تجي تتكلم في امر الا وانت مجهز له 100%. تتوقع لو الاتحاد السعودي مثلا صرح وسكت يعني ما اعطى نفي، كم ممكن الناس تتعامل مع الموضوع على انه امر واقع خلاص؟ لا اصلا الناس بتنسى الموضوع، لانه اصلا ما هو صاير واقع، لانه قرار سيادي مو قرار اتحاد قدم، فبالتالي بينسى الموضوع خلاص، التصريح من ضمن التصاريح اللي مرت، لكن تصرح بعدين تنفي، الناس وقفت عند الموضوع، ايش اللي صار؟ ليش نفى وليش وليش خاف؟ أيوة. ويكلمه وليش تراجع؟ ايوه وبعدين الناس تكلموا وبالفعل هم اكدوا قرار سيادي، فقالوا اه يعني ما هو قرارك وبدل البلبلة، وانت عارف يعني مواقع التواصل الاجتماعي. لو صدر قرار في هالموضوع كيف تتوقع التعامل معه من الناس؟ انا اعتقد شوف كثير من الامور المجتمع بشكل عام يرفضها، يرفضها رفضا قاطعا، يعني التعليم هو التعليم للمرأة في سنوات قديمة، يعني ربما من اكثر من 50 سنة كان مرفوض تماما، اي بس كل بعدين الناس تقبلت، التلفزيون ما كان مقبول في بيوت الناس وبعدين تقبلوه الناس، الساتلايت ما كان مقبول ابدا، شوي شوي خلاص المشايخ نفسهم ما كانوا يظهرون حتى على القنوات، بعدين شوي شوي اختلفت الأمور وتختلف وكل زمان يختلف الأمر، لكن من وجهة نظري أنه حتى لو تقبلوا الناس ستبقى شريحة وليست بسيطة ما تقبل هالأمر، الحضور في الملاعب ومع الشباب ومتابعة مباريات لنسائها. فاصل قصير بعد الفاصل نواصل الحديث في البرنامج. الأندية السعودية تضرب آسيويا بقوة في ليلة العبور إلى ربع النهائي.